في تونس في 2005، اليوم مع مراكزها في بوردو، في ليل، في برشلونة، مركز تونس يعتبر الأهم عند الشركة. ميتزو تخدم في تونس في 850 عون بثلاثة لغات، الإنجليزية الفرنسية والعربية. زادة ميتزو حال البيبان للطلبة واللي يحب يقرأ ويخدم. أكثر من هكا عملت لهم فضاء خاص، هذا من الحاجات الملفتة عندهم، فضاء خاص بالطلبة وين ينجموا يقرأوا، يستعملوا ليزورديناتور، يعملوا الأبحاث متاعهم ويحضروا الامتحانات. هي واحدة من أكبر مراكز النداء اللي تسير فيها مرأة زادة، ينعم مرأة تونسية بدأت في الشركة مصفر، بدأت كعون اتصالات من الدرجة الأولانية في 2005، واليوم بعد مسيرة ما شاء الله من السنوات في ميتزو ولات المديرة متاع الشركة في تونس. كيفاش عملت؟ كيفاش تنجم تعمل كيفة؟ شنو اللي يخلي ميتزو من مراكز النداء المتميزة في تونس؟ سعيد برشا باستقبال أنيسة مصدق مديرة ميتزو تونس. أنيسة مرحبا بك. أهلا وسهلا. شني حوالك؟ الحمد لله. لاباس؟ توبا بيان. مرحبا بك أنيسة مصدق. قبل ما نجي لقصة نجاحك أنت في ميتزو، هات نزيد ونتعرفوا أكثر على ميتزو في تونس وقصة نجاحها. ميتزو جستمون هي تونس. علاش؟ على خاطر لو بروميير سنتر اللي كي ا كيتي كريي في الجروب نتاع ميتزو كان في تونس في 2003. دونك اغلبيه لي سنتر دابيل اللي بداو من برا من بعد يجيو لتونس، احنا العكس. بدات في تونس ان طونك تيست في 2003. كنت من جمله برشا خدامه مازالوا اليوم موجودين في ميتزو. احنا اللي بدينا التيست هذايا، سا سي كونفيرمي في 2005، ومن وقتها بدات لافونتور نتاع ميتزو اللي كبرت، مشيت لبوردو، مشيت ليل وبرشلونة. وعلى هذيك ديما نقولوا ميتزو هي تونس. داكور، دونك هذه سكسيس ستوري الاولى. والثانيه اللي ميتزو كانت ياسر معامله على ان جروب قبل، بعد صارت فيها ان ترانسفير داكسيوناريا، واللي اونتر غيومي ملي الشركه هما العباد اللي تسير فيها، اللي هي ديريكسيون جينيرال في ليل، ما اللي فيها من لي زاكسيونير شكون كان كونسيي دون اون اوتر في قبل في حياته، واليوم هو عضو مجلس اداره. بالضبط. دونك توت لا ديريكسيون كيل سوا لوكال في تونس والا لا ديريكسيون جينيرال فيان، نحب نقول مش من الاول، نحب نقول من الكور دو ميتي اللي هو لو كونسيي. لو كور دو الكونسيي، و جوستومون ومنهم انت انيسه مصدق بديت كونسيي. خاطر انا ديما نقول يعني مراكز النداء، وانا خدمت في مراكز النداء، مراكز النداء فما شكون اللي يقول مثلا هي باساج وتتعدى وكذا، ما تعملش فيها ايفولوسيون، ما تعمل شويه تليفونات وتجاوب وتعمل كذا لي زابيل ومن بعد تمشي على روحك. انت تثبت لي لا، تعديت باكثر من بوست، باكثر من منصب، تدرجت ما شاء الله في الإدارة، ونعرف زاد اللي الشهريات في مراكز نداء مريقلة ومروحة، وليت مديرة معناها أنيس. كيفاش عملت؟ أنا راني من الأول بديت جوستومون لو بروميير لا بروميير إيدي سيتي إتيديونت في سيونس جوريديك، جوب ميتون، إتيديونت نقرا ونخدم. جاي من فرد فاك زاد. اي باهي. على هذيك قلت انا هيا نشوف شنو الدنيا. من بعد سي ان شوا بيزار، ينجم يظهر برشا عباد ميتريز في سيونس جوريديك كيفاش تقعد تخدم في سونتر دابيل. جات ليفوليسيون وسا مو بلاي. ابخي كل واحد شنو يحب. سا مو بلاي ديتر امبليكي، دافوار دي جون كي فوز اكومباني، يعطيك الفرصه من غير جوجمون. فوز ايت اون فام، فوز ايت تونيزيان، تخدم تحضر تجيب في مجهودك. ماتنون ثما كونتكست زاده et les khali l'abd et évolue. Donc tu as dit le poste à collaboratrice conseillère fait plusieurs activités, بعد بشوي بشوي صارت l'évolution. واليوم la direction du site, on fait partie des rares centres d'appel et les directions du site elle est gérée par une équipe 100% tunisienne. Voilà. Par des femmes. والانكادرمون الكل باش ما نقولش الكل، يلا بوتيتر اون بيرسون من الاكسترن، اما 99% من الانكادرمون كان كولابوراتور ميتزو، كان كونسيي او كاسك ولا ماناجر. ليفوليسيون تنجم تكون زاده اوريزونتال، تنجم تكون ماناجر، تولي اوديتور، تولي فورماتور، معناها ما تقلقش في الخدمه اللي انت تعمل فيها. هل صعيب انه مراه تبدا كونسيير وتولي مديره انيسه؟
en fonction du contexte. Et on parle de trois choses, le contexte, le potentiel ou le mentor. Le fait que le contexte l'a permis, ou l'abd a du potentiel pour travailler, ou ça m'abed, il t'a dit confiance, ou il dit oui. On parle que la langue de bois, c'était toujours facile. Ça n'a pas été toujours facile. Mais l'humain, le haq, on parle tant mieux pour Mezzotunis, ça m'abed, qui est dans le casque, ou mra ou tunisie علاش على خاطر اليوم لاكسيون لي اكسيون لي سورو في الديريكسيون تاع السيت جايين ملي انا كنت اتيديونت على هذاك نعرف شنو هما لي كونترانت انت كنت تكون كولوكاتير تعرف مشاكل العباد دونك تنجم تلقى لها حلول بالضبط معناها كيف كنت اتيديونت وكانوا لي كولوكاتير نتاعي ما خلونيش فورسيمون نركز وهذا الكل اليوم في ميدزو ثم توت ان اسباس ديدي باش لي كولابوراتور اتيديون يلقاو اسباس يرتاحوا ويخدموا من بعد ينجموا شويه يقراوا الشيء اللي خليني نحكي على ظروف الخدمه خاطر اليوم مراكز النداء الكل ولا تعرف اللي خدمه الاعوان خدمه مش سهله فيها برشا مجهود فيها برشا تعب هذاك علاش الكلكم قاعدين تخدموا على تحسين ظروف الخدمه في ميدزوم مثلا شو عملتوا شو موجود عندكم كامتيازات كظروف تاع خدمه للاعوان نتاعكم انيسه في ميدزو ما نجمش باش نحكي لك على لي كليشي نتاع المانجمنت بيان فيون والهديري هذوك احنا نحكيو على انتيليجونس ايموسيونيل كون ابليك اليوم كيفاش اون ابليك لي مير دو فامي اليوم ينجموا يجيو يخدموا في لي سونتر دابيل اما شكون اللي خام في لي كونترانت نتاعهم على هذاك في الكتالوج دي زوفر دو ريكروتمون نتاعنا ثم اوفر لي مير ولا لي بير دو فامي يحبوا يخدموا ميتان نعرفوا يلزمهم يهزوا الاولاد الخمسه نعرف نهار الاربعاء العشيه ما يقراوش دونك ليدي اللي احنا نعطيهم اون اوفر للبوبولاسيون بلانينغ يتماشى مع اب العائله ولا ام العائله نعطيه بلانينغ نعطيه كونفونسيون مع لي ليبريري كونفونسيون مع لي ميدسان مع لي فارماسي مع تو سكي ريلاتيف للفامي واكثر من هذا في الصيف مثلا انا كونفونسيون مع ان كلوب دي تي اللي يجي صباح يهز خاطر في الصيف كنا ما عندناش نخليو ولادنا دونك يجي لكلوب دي تي يهز الاولاد من السيت يهزهم للكلوب بيسين وجو اتسيتيرا ويرجعهم على فان لا جورني للبلاتو دونك كل كولابوراتور راحوا بالصغير وكم سا نلقاو سوليسيون لي زيتيديون للعباد اللي تحب تعمل كارير راهو ثم ناس تقول لك انا اليوم كملت وجي في معناتها نحب نخدم كيف كيف بلان دو فورماسيون بلان دو كارير انت فين شنو تحب ومانيش انا هوني باش نعملوا بوتيتر ثم نيونس انا جو نو ديتيكت با لي جون لهنا العباد هي كاني كيوريوز كاني موتيفي كاني هي تحب تخدم باش تفرض روحها Elle se manifeste. Mais tu trouves, tu es في ميدزو ما نعملوش اون اورغانيزاسيون ولا واش شكون نحطوا الاسم لي معناتها لورغانيزاسيون سي لوم كي لا في معناها اليوم كي لو في اليوم احنا عندنا ان بوزوان ان كولابوراتور ظهر كاين كونسيي كاين ماناجور كاين ار بي بوزيتيف كوريو ترانسبارون سي تري امبورطون انتيغر اي On y va, comment tu vois les choses, comment tu veux avancer. On peut évoluer, oui, c'est une start-up à grande échelle. Je crois que les profils qui ont été mis en place dans Mezzo, je crois que les gens qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été mis en Mezzo, qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été mis en place. اليوم ثم لو نيفو دو فرونسي اللي خوف برشا عباد احنا اليوم نحب نقول اون نو شيرش با دي موليير الناس اللي تكلم فرونسي العالمي نتاع لي سي فو بارلي فوالا فو بارلي فرونسي كوريكت فو زيت موتيفي ايجا انا جو نو دوموند با اليوم ان كانديدا نقول يلزم امبليك معناتها امبيراتيفمون عندك اكسبيريونس قبل لي اذا كان انا نقول جاكومباني جو فورم جو في ايفولوي يلزم يكون جو لابليك من الباب دونك ما عندكش اكسبيريونس مي موتيفي وتحب توصل اجا نعلمك تحب تخدم انت تقول انا اليوم تونس كنا نعرفوا الناس كلها مانيش فورسيمون في مود بوزيتيف احنا اون اسي في لونتربريز باش نحاولوا نخدموا الكوتي بوزيتيف هذايا ايجا شنو باش تلقى باش تلقى خدمه مانيش نكذب عليك نقول لك راهي ديزني لاند اما باش نقول لك باش نقول لك راهو في ميدزو تنجم تربح دي فواياج توا صافي ميم با لا سمين ديغنيير ينجموا لي زيكيب العباد تشوف على الفيسبوك نتاعنا ربحنا دي فواياج لتركيا ربحنا بلغراد في الكوب دي موند عندنا دي كولابوراتور بعثناهم ايزون بارتيسيبي في روسيا في الكوب دي موند عندنا عباد مشيت للمغرب وحتى في ان كادر هيومانيتي On a bien sûr un travail associatif, ma association universelle, les enfants fragilisés, les conditions
معناها ماشي ياسر بوزيتيف دونك لي كولابوراتور يخرجوا يمشيو يسو دي بلاس عنا كولابوراسيون مع اسوسياسيون زيد تارنغون بادي اللي هي انترناسيونال نبعثوا دي كولابوراتور كو سوسوا للهند للنيبال لوتر بو دي موند بور 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 افوار سيت اوفرتور ديسبري لي نستنيو فيها وزيد La possibilité d'évolution à la Michkin Fitounes. On a un collaborateur en 2005 on a au casque. Monsieur Barcelone, Mezzo Barcelone en tant que responsable ressources humaines. Au Luma, c'est lui qui gère le site. Donc, on a un Tunisien. Voilà, Moudir Barcelone. Quoi, directeur de site français, Fi Barcelone. C'est l'ONU. à l'échelle de Mezzo. Mais qui veut le tissal, Bicom ou Mezzo, Anissa Msadak, Lium, c'est Akadin Dakhlouf Labed. Hey, on a principalement fait la langue française. On a une vision activité l'anglais notamment pour épauler Mezzo Barcelone parce que on a les activités Metcherkin bin des différents centres à l'évêque que ça m'a des collaborateurs il y a des déplacements de Barcelone ou le France. Donc lui vous pouvez nous appeler le numéro de ligne il est 31 318 101 ou bien le 58 550-266 ou bien tout sur la page Facebook interne, vous allez trouver déjà tout l'historique ou la vie de Mezzo ou le quotidien interne ou tabarthou le candidature interne, bien sûr on vous appelle l'objectif c'est qu'on recrute Dima à la khater Mezzo l'youma t'habtek befetounes ou ailleurs ou on a la vision t'ahna twinses men kabrouha ou on y va ou très bien Anissa Msadak moudirat Mezzo Tounes choukra lik Moi. على كل ما أفدتنا به مرحبا بك في حياتك تفضل كل les équipes بالحق je les remercie sincèrement du fond du cœur à خاطر les équipes نتاع Mezzo sont au top نحب نقول لهم continuez مازلت برشا خدمه ان شاء الله نجستنا فينا اما jusque là je suis fière de tout ce que vous faites يا سيدي تحياتنا لاصدقائنا في Mezzo الكل صديق كبير منهم بحذايا لهنا قاعد le grand جد le grand جد كلهم اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا شكرا لك كنيسة مصدق يعطيك الصحة يعطيك الصحة على حضورك بحذانا اليوم مديرة Mezzo تونس نرجع